يرتبط طبق الفتوش بالمائدة الرمضانية ارتباطا وثيقا، ويعده الفقراء مسند القلب في الشهر الفضيل. مع تبدل بورصة أسعار الخضر، سيكلف إعداد طبق فتوش لأربعة أفراد على المائدة الرمضانية المواطن الذي يعيش تبعات الوضع الاقتصادي المتردي ما فتح ورزق. كيلو بندورة 3.5، الحامض يمكن 3.5 كمان، الخيار 1005، الخس ب 2000، النعناعي ب 1000، البقلة جيبي بس غراض لتعملي صحن فتوش بكلفك تقريبا شو 15000 20000. يعني مثل ما انك شايفه الاسعار كثير غاليه، يعني بس صحن الفتوش اذا اليوم عم نحكي الاسعار غير امبارح 20000، صرت حتى بس حق اللي هو الحشيش البقدونس والنعنع وهولي وبندوره وخيار بس 20000. الدبساتي بمنتج صار بكلف له شيء 15000 على القليله. ما راح بعمل فتوش، ماشي الحال، ينعاد عليكم وكل عام انتم بخير. احوال عاطله على الاوادم بس، والزعران عايشين مثل ما بدهم، بنشكيهم لله بس. اذا رئيس الوزراء بده ينزل على السبنس يقول لك ما في شيء فاحش وما في شيء غالي، خلى التجار تغلي اسعارها، فاكيد بده يكلف 15000. خليه هو ياكل سيمو وفيليه وسوشي، ونحن ممنوع ناكل فتوش. يعطيك العافية ورمضان كريم للجميع. بعملية حسابية يسيرة، فإن زيارة لمحل الخضر لشراء آلة الفتوش ليوم أو ليومين ستكلف المواطن اللبناني نحو 30000 ليرة لبنانية كمعدل وسطي للأسعار المتفاوتة بين سوق وآخر. يعز التجار ارتفاع الأسعار إلى الجشع والاحتكار وارتفاع سعر الدولار. كل يوم تتغير، كل يوم الصبح وبعد الظهر لما بيجينا المحضر مع الفواتير من السوق بنغير على اساسه. الغلا مش من عندنا، بدك تنزل على سوق الخضره، هونيك الاحتكار تحت. شو ببيعك ب 2000 ثاني يوم ب 3000؟ الاسبوع الماضي كان قفص الحامض ب 16000، هلا عم بحكي معه من يومين ب 60000. وبات لطبق الفتوش بورصه تتبدل بتبدل سعر صرف الدولار وجشع التجار، مع أن مكونات هذا الطبق محلية المنشأ. وإذا كان معدل إعداد الطبق الأساسي على المائدة الرمضانية يتراوح سعره اليوم بين 15 و30 ألفا، فمن يضمن ألا يصبح غدا حلما بعيد المنال؟ حليمة طبيعة، قناة الجديد.